باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويحذر من كل باب أو طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ليلقى العبد ربه وهو على التوحيد فينجو، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. زول الدار ينجو يوم القيامة وكن آمن يوم الفزع الأكبر عليه بالعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. طيب، قال: وقول الله تعالى، هذا عطف على الباب، على ما جر من الباب. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية من سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر. هذا الرسول وصفه الله تعالى بأوصاف وذكر له صفات تدل على رحمته وعلى الخير الذي جاء به. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يصيبكم العنت، والعنت المشقة، فهو لا يريد المشقة والضرر للأمة. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على إيصال النفع لكم في دنياكم وفي أخراكم، كما قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن تصاب الأمة بالعنت بالمشقة، وهو حريص على إيصال النفع لهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه واضحة، له رأفة وله رحمة بالمؤمنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى آخره. علاقة الآية بالباب أن من حرصه صلى الله عليه وسلم على إيصال النفع للأمة أن يبلغها التوحيد وأن يصلها هذا التوحيد، وأن تعتقد هذا التوحيد، وأن تعمل بمقتضاه لكي تنجو هذه الأمة. ومن علاقة الآية بالباب أنه يشق عليه عنة الأمة، الضرر والمشقة، يعز عليه ذلك. وهذا الضرر وهذه المشقة سببها الشرك والمعاصي، لذلك حذر من الشرك ومن وسائله ومن أسبابه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
وهو ثابت كما قرر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا فيه النهي عن عدم العبادة في البيوت كعبادة الدعاء وتلاوة القرآن كما في فتح المجيد، وعبادة الصلاة الذي لا يصلي في بيته صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة للرجل في المسجد. الذي لا يصلي في بيته صلاة النافلة ولا يقرأ في بيته القرآن يجعل بيته كالمقابر، لأن المقابر ليس فيها تلاوة قرآن وليس فيها صلاة، الصلاة ذات الركوع والسجود. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة تقرأ. وقال قبلها: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. مقابر أي بعدم تلاوة القرآن في ذلك البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد الذي يعود ويتكرر إما سنويا كما قال ابن القيم رحمه الله، أو شهريا، أو كل أسبوع. العبد يشرع له أي إذا ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يمر بحجرة عائشة رضي الله عنها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يزور قبره، هذا مشروع، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. والآن في باب معروف هناك باب السلام، لكن لا يجعل هذا عيدا، يعني يلزم نفسه يأتي كل سنة للزيارة، أو كل شهر، أو كل أسبوع. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه رد على أصحاب العاطفة التي لا تضبط بالشرع. العاطفة ذا يا جماعة تضبط بالعقل، والعقل يضبط بالشرع كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، وهو من المدرسين في المسجد النبوي الآن. فسألوا عن سؤال بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولآثاره إلى آخره، فقال في ناس ما بيضبط عاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقعوا فيما حرم أو نهى هو عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في المقابل في ناس عندهم جفاء قصاد الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد تلقاه عنده جفاء. لكن الصحيح أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجله وأن تعظمه صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لكن كمان العاطفة دي تضبط بالعقل، والعقل يضبط بالشرع. فزول يسير مع النصوص حيث سارت ولا يتبع هواه. طيب قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في بعض الناس بيعتقد انه لما نجيب جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، ولما نمشي بعيد في بلد تانية زيه في السودان او في مصر او في ليبيا او في غيره من الدول ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بيعتقد انه في فرق. ما في فرق، لو صليت عليه جنب الحجرة أو جنب القبر أو في دولة تانية نفس الشيء، ما في فرق. ليه ما فرق؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
حيث كنتم. فإن الله وكل ملكا يبلغه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. طيب علاقة الحديث ذا بالباب شنو؟ الباب بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال المقابر ما فيها عبادات زي العبادات اللي بتكون في البيوت وفي المساجد، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معناه البيوت لو ما عبدوا الله فيها بتلاوة القرآن وبصلاة النافلة بتبقى زيها وزي المقابر، يعني بتشبه المقابر، لأن المقابر أصلا ما فيها تلاوة قرآن ولا فيها شنو صلاة نافلة وصلاة فريضة إلا صلاة الجنازة وهكذا. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا فيه سد لذرائع الشرك بالله تعالى، إنه ما تكثر من الذهاب إلى القبر حتى تصل إلى حتى يقذف في قلبك شيء من الشر، تغلو وتعتقد وتنادي وكذا 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 كما يفعل كثير من الجهال. والكلام ده بعض الناس لما نقوله الآن ما بيرضوه، لكن احنا بنذكر فيه بعد شوية أثر عن رجل من آل البيت قال عنه الإمام محمد ابن شهاب الزهري هو أفضل آل البيت من التابعين، أبو صحابي وجد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جده من جهة الأم، طيب من جهة أم أبوه يعني لفاطمة رضي الله عنها. طيب فالزول، لأنه بعض الناس بيقول لك ماشي من هنا زيارة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ما بجوز في الشريعة. أنت بتمشي للمسجد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مساجد دي اللي بيشدوا لها الرحال. أنت بتمشي للمسجد النبوي، الصلفي أفضل من الصلفي غيره بألف صلاة، بتمشي المسجد النبوي. بعد تصل المسجد النبوي بيجوز لك تمشي تزور النبي عليه الصلاة والسلام. هم بيقول لك حرموا الزيارة، ما حرمنا الزيارة، حرمنا تسافر عشان الزيارة. ودي سووا فيها قصائد أهل البدع، الطائرة السودانية لينبينا قوما قبية، من هنا ماشي غلط، من هنا. وطلعوا الرسول عليه الصلاة والسلام صوفي، البرعي قال طيب دار الصوفي. طيب دي شنو؟ المدينة، والمدينة دار منو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صوفي؟ الرسول كان بيدوق نوبات صلى الله عليه وسلم، كان بيلف كراع واحدة، كان بيشيل سبح، كان بيمشي وسخان ويفلفل شعره تعبدا لله تعالى، تعبد لله بالفلفلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينادي الأموات، كان بيمشي للدجالين، ده منهج الصوفية. طيب وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا عن علي ابن الحسين، وده أثر واضح بين في الباب ده، عن علي ابن الحسين رضي الله عنه. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب هو زين العابدين، معروف بزين العابدين، وهو أفضل التابعين من آل البيت كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى. قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رضي الله عنه، رضي الله عن الحسين ورحم الله عليا، أنه رأى رجلا يجيء، عليك الله اسمع الأثر ده، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
فرجة زي الكوة أو الخوخة كما قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يعني زي الكوة أو الخوخة، بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي. كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها أو فيدخل فيها، يدخل رأسه أو يدخل هو، فيدعو الرجل ده في محل زي شباك ولا خوخة أو كوة، الرجل ده بخش بيها على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيدعو شنو؟ جوا. ليه بيدعو جوا؟ بيعتقد انه هنا الدعاء اقرب من برا. شوف علي ابن الحسين رحمه الله تعالى، ابن الصحابي الجليل الحسين رضي الله عنه، شوف عامله بشنو؟ هل اقراه ولا انكر عليه؟ قال انه راى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، النهاه ده منو؟ علي ابن الحسين زين العابدين. ده لو في زمننا ده كان قالوا انت وهابي، والله كان قالوا انت مع الجماعه ديل بتكره النبي عليه الصلاه والسلام، وده من اهل البيت، ده من اهل البيت. وبعدين الان طلعوا اشياء غريبه جدا، لقيت في المولد الماضي السنه اللي فاتت دي واحد اسمه مين كذي الأزرق جايبينه في فيسبوك، قال نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله قريت بعيني، قال نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الصحابة له، والصحابة كانت في قلوبهم جفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كجفاء الوهابية اليوم. الصحابة، قال هو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصحابة محبة لمنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وما قرأ السيرة، ما جاف السيرة. صهيب الرومي قال ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا كنت حاضرها، ولا دخل معركة إلا وكنت معه حاضرها، ولا أقبل عدو يخاف إلا وكنت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أمامه كنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خلفه كنت خلفه، وإن كان عن يميني كنت عن يميني، وإن كان عن شمالي كنت عن شمالي. الصحابة دل قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدو قط، كان جاء عدو الرسول ما بكون بيني وبين العدو، أنا بكون بينه وبين العدو. طلحة بن عبيد الله بن الجوزي قال لما كان يوم أحد برك للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله في ظهره ثم أخذ يضرب الكفار والمشركين بيده بالسيف حتى قطع أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. أنت بتحب الرسول أكثر منه صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة بن اليمان في واحد قال له يا حذيفة أنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وده في زمن التابعين، ده زول بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وما شافه، شاف الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا. قال لي يا حذيفة أنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وكان يمشي على قدميه في الأرض؟ قال نعم. قال والله لئن أدركناه كان يمشي على أكتافنا لا نجعله يمشي على الأرض، يعني ذلك يوري انه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من شنو؟ من حذيفه. قال يا هذا احمد الله، رآه من رآه ومنهم من كفر به وعاداه، ولقد رأيتنا يوم الخندق في ليله شاتيه شديده البرد، ما منا من رجل الا ويربط في بطنه حجرا الا النبي
صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. قال: وفي شدة الليل في ظلمته وفي شدة البرد، قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال: فسكت الناس. قال: من يأتينا بخبر القوم وله الجنة؟ قال: والله ما قام رجل من شدة الجوع والبرد. قال: يا زول اشكر الله. قال: والله ما قام رجل. فقال: يا حذيفة، فقلت: لبيك رسول الله. قال: ذهب فأتنا بخبر القوم. قال: فذهبت فأخبرته صلى الله عليه وسلم آخر ما ذكر. حابة ديل يا أخ بيحبوه، والله جابوا اختاروا ختام جم النبي عليه الصلاة والسلام. الله ما عالم بالأمة دي، لو كان في أفضل منهم كان جابهم، إن جابوا الصحابة. طيب، قال: فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، سمعته من أبي الحسين عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. يعني البيوت ما تهجر فيها العبادة زي النوافل وزي تلاوة القرآن، لأن البيوت لو ما فيها عبادة بتبقى زي المقابر، وده دليل على أن المقابر ما فيها عبادة الركوع والسجود وتلاوة القرآن إلى آخره، والجهالات التي يفعلها اليوم كثير من الناس. قال: وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. قال: رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مصنفه وهو الضياء المقدسي رحمه الله تعالى، جمع فيه الأحاديث التي لم توجد في البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب المختارة أفضل من المستدرك للإمام الحاكم، أفضل منه. وهذا الحديث رواه في المختارة أي الضياء، ورواه أبو يعلى رحمه الله تعالى أيضا، ورواه ابن أبي شيبة، وقواه الشيخ الألباني في تحذير الساجد. حديث قوي ثابت، فيه النهي عن الدعاء بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وده رجل من آل البيت وزين العابدين، هو أفضل آل البيت في زمنه. طيب، فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة اللي هي الآية الجبال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، أي حمى الشرك بالله تعالى. يعني أبعد الأمة عن الأشياء اللي بتوصل الناس للشرك بالله سبحانه وتعالى. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرابعة: نهيه عن زيارة قبري على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لكن لا تخصص وجها معينا بمعنى أن تجعل زيارته كل أسبوع أو كل شهر إلى آخره. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، مع أنها مشروعة في بداية الأمر أن تزوره صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكثر حتى تجعلها عيدا. وذا حديث ما كلام جماعة، وأثر حديث الجبير والأثر الأسي. السادسة: حثه على النافلة في البيت. زول يا جماعة يكون عنده نوافل في بيته يصلي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم، أو كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني أي مفصل من جسدك ده عشان تعتق من النار، الجسد فيه 360 مفصل، أي مفصل عليه صدقة كل يوم من تصبح الواطة لما تمسي عليك 360 صدقة. والصدقات دي ما إلا قروش،
يعني الصدقة ما إلا قروش، ما إلا تدفع 360 جنيه ولا ريال ولا دولار ولا غيره. الصدقات دي أنواع: تسبيح صدقة، تحميد صدقة، تكبير صدقة، تهليل صدقة، سبحان الله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، الحمد لله صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، دي صدقات. الصدقات 360 دي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني لما تصلي صلاة الضحى من ركعتين لفوق، ركعتين تسلم، ركعتين تسلم، 4 6 8 إلى آخره. لو ركعتين بس صليت ركعتين ديل بيجزن عن 360 صدقة. يعني لو مت في اليوم ذاك الله أعتق 360 مفصلة اللي هي مفاصلك كلها، وده في صحيح مسلم. فالزول يا جماعة يحرص كل الحرص على صلاة هذه النافلة، وهي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، وصليها في البيت، الأفضل تصليها في البيت. لو استعجلت مركت صليها في السوق أو في محل العمل، في دكان في غيره، المهم لكن الأفضل النوافل الزول يصليها شنو؟ في البيت. أز كثير من الناس بيصلي العشاء طوالي، بيصلي النافلة ويمشي البيت ينوم، بيجوز ما حرام، خاصة إذا أنت فتران أو خايف بعدين تنوم ما كذا إلى آخره. لكن لو صليت جزء وخليت جزء في البيت أفضل، ولو صليت كلها في البيت أفضل، إلا لو تعبان إلى آخره. طيب قال السابعة: أنه متقرر أو متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر ما فيها صلاة نافلة ولا فريضة إلا صلاة الجنازة. الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. زي بعض الناس كأنه دعاه لأبوه أو أمه الماتوا، أبوه مات ولا أمه ماتت، لو دعيت له في البيت ولا دعيت له في المقابر واحد، ما في فرق. يعني هو بيتوهم انه لما نمشي كيف جنب القبر، قبر والده، ويدعو كانه الدعاء هنا اقرب، ما في فرق، لانك انت بتدعو الله سبحانه وتعالى، سواء دعوته في البيت او الى اخره. فما تمش مقابر وكذا وكذا وتعتقد انه هناك افضل. أما لو زول مشى المقابر زار أهله والدته والده وكذا، سلم عليهم السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، ودعا عليهم وما بيعتقد إنه المكان ده فيه فضل زايد، ده بجوز، ما فيه إشكال، بجوز. لكن ما يمشي يسافر من هنا يمشي للشكينيبة يقول لك ماشي زيارة مقابر، وهو من هنا للشكينيبة الناس الشت ما بموت وما عندهم مقابر، أصل البلد دي شت من هنا، ليش شكينيبة؟ ما في مقابر، ومن درمان ما فيها مقابر، شكلة ما فيها مقابر، فيها، لكنه عنده عقيدة في شيخ معين بيمشي له ويقف جنب القبة. إما أن يدعو الميت، إما أن يدعو الميت أو يدعو الله عند قبر الميت الصالح، وده ما بجوز في الشريعة، ده بيختلف من بتاعة الوالد القبل. الوالد انت اذا ما بتعتقد انه في فضل زايد بيجوز، والدك زرته وكذا السلام عليكم اهل الديار الى اخره، ودعيت له بالرحمه وما معتقد انه في فضل زايد هنا، يعني الدعاء هنا بيستجيبوا اكثر من الدعاء في البيت. ده بيختلف من الدعاء جنب قبر الرجل الصالح، ذاك ذكرنا فيه الاحاديث، ذاك ما بجوز لانه ده فيه عقيده. ولو ما انت اعتقدت الناس بيقتدوا بك، بتغرر الجهلة بيقولوا معناه فلان العالم الفلاني جا جنب القبر هنا، قبر الرجل الصالح، معناه هنا في فضل زايد، معناه معناه معناه،
فما بجوز ده. ده فيه باب كامل ذكرناه قبل كده. طيب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض علي أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه. قال الشيخ محمد حامد الفقي قال تعرض علي أعمال أمتي أي الصلاة والسلام عليه هو صلى الله عليه وسلم من أعمال الأمة، وليس المقصود قال كما يتوهمه المبتدعون أن أعمالهم الصالحة تعرض عليه إن كان فيها أمر حسن فرح، وإن كان فيها أمر سيء يستغفر لهم. هذا باطل، لم يثبت في حديث صحيح، وإنما الذي يبلغه صلى الله عليه وسلم صلاة أمتي عليه وسلامه وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيبلغه. يعني لو قلت هسي يا رسول الله الحقنا، ولو وقفت جنب القبر، جنب القبر في بيت عائشة رضي الله عنها وجنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله الحقنا ما بيسمعك، ما بيسمعك. والدليل على انه ما بيسمعك قال يبلغني عن أمتي السلام، ده الملك. يعني انا ذاتي ما بيبلغوني تبليغ، وعن أمتي ياتوا اللي بيبلغوا له السلام لما تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو صليت عليه وسلمت عليه في الصين ولا في أمريكا ولا في العراق ولا في الجزائر ولا المغرب ولا السودان ولا مصر ولا لبنان، وصليت عليه جوا جنب القبر واحد ما في فرق، لأنه اللي بيبلغ السلام ملك. وفي بعض الآثار والأحاديث يرد الله عليه روحه فيرد السلام، السلام مش غير السلام. ده لسه ينادوه أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك، يا غافر أو ماحي الذنوب. والله سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، والله سبحانه وتعالى قال إذ تستغيثون ربكم. الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم بيستغيث الله يفرج عنه الكرب. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تجد يقول لي بيكشف الكرب هو ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله شنو قريب. وده في الأمة دي والأمم السابقة. يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم لأنه فارق الدنيا، والموت كما قال أهل العلم هو مفارقة الروح الجسد والحيلولة بينهما. والدليل قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم مات فارق الدنيا، دليل على موته. وما كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخره. وفي حديث وفي أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والموت مفارقة الروح الجسد، فهو صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا. إذا سلم عليه رجل أو امرأة من المسلمين يرد الله عليه روحه، فيرد صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه. ده تفسير الحديث. يضمك. آه. يرد له ويضمك.
برضو في حديث الملك الاثنين. حديث الملك ده عنده مناسبة، حديث الملك عنده مناسبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف تبلغك وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله وكل بي ملكا أو لي ملكا يبلغني عن أمتي السلام، يبلغني عن أمتي السلام. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الرجل الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد فإن الملك يبلغه عن أمته السلام، والذي يصلي عليه والذي يأتي إلى قبره ويسلم عليه، يسلم عليه فإن الله يرد روحه فيرد عليه السلام. لكن المسألة سواء صليت عليه من بعيد أو من قريب الأمر واحد، ليس هناك فضل في مجرد القرب. وده الفهمه ما أيوة عدم الفضل. أول هذا لما سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يد في مكانه ربنا يرد له روحه يرد له، ولما تكون بعيد يقول له طيب. الآن الأموات في المقابر مش أرواح مرفوعة؟ أرواح مرفوعة. طيب الميت ده روحه مرفوعة، رفعت إلى السماء، لكن أنت إذا أتيت إلى قبري وسلمت سلاما معروف سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، أو بعد الدفن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمع قرع نعالهم، أي الأهل يسمع قرع نعالهم، مع إنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى. الجمع بين النصوص دي شنو؟ الجمع أن الميت في المقابر إذا اقترب العبد من قبره أو جاء إليه وسلم السلام الوارد في السنة فإن هذا يبلغه، لأنه ده بنص. أما غير كذي لو قلت أي كلمة ما بتبلغه، لو دعيت وناداه ما بيسمع أصلا، لأنه ديك وردت بنصوص. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سواء قريب ولا بعيد في النهاية بتبلغ صلى الله عليه وسلم. لكن قصة إنك تتيم بالقبر وتعتقد فضل زايد وتدعو لأنه المكان ده مبارك ولأنه فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه فيه اعتقاد فضل زايد، ما فضل زايد ده ما تفسير لنا إحنا يا شيخ أحمد عم أحمد، ده ما تفسير لنا إحنا، ده تفسير علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نهى ذلك الرجل الذي جاء في خوخة ودخل ودعا الله تعالى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فضل زايد.